بشير تعرض لحادث سير أثناء مزاولة عمله. كان يتوجه في السيارة تنتمي إلى الشركة اللي كيشتغل فيها، وفي نص الطريق ديالو وغادي يفوت في مهمة لترويج عمل لصالح الإذاعة، وقع حادث سير. حادث سير ترتب عنه حادث شغل، لأنه أصيب في الرقبة ديالو ونقل على وجه السرعة إلى الإسعاف. دونك هذه الحادثة هذه يعلم الجميع أن السعادة بن شيكر تعرض لحادثة سير أثناء مزاولة عمله وفي علامة السيارة في الشركة ونزع على حادث سير. الطبيب اللي عالجه أول وهلة لاحظ الخلاصة ديالو الطبية وأعطاه شهادة طبية، وكانت النتيجة أنه عنده عجز. كنعرفوا أنه حوالي الشغل مما كتوقع الإنسان كيتعرض لواحد الإصابة، ولا كيمشي عند الطبيب ديالو وكيعطيه تمديد ولا كيعطيه يعني شفاء ومعاه عجز. السيارات في الشدة ما دخلش في ديتاي ديال شحال عطاوه ما عطاوش إلى آخره، ترتب عن هذا الحادث عجز. أول شيء أشكر باسمي شخصيا كل المغاربة الذين هبوا منذ أول ظهور لي للعلن قصد تفجير مكامن معاناتي في العلن لكل المغاربة. شكرا لكل المغاربة الذين وكبوني من خلال تعليقاتهم تضامنهم مساندتهم اتصالاتهم عرضهم علي الدعم والمساندة بالمال، وهذا الشيء لم أنتظره ولم أتوقعه. وطبعا أنا لم أتدخل من أجل المال، ولكن رغم العروض التي جاءت بعد خروجي للعلن لكي أتلقى دعم مادي، فأنا مشكلتي ليست مشكلة مادية ولكن مشكلة عدالة، مشكلة حق، مشكلة معنوية. يكفيني هذا السند المعنوي من طرف المغاربة، وإلا لما استمر بدني واقفا رغم معاناة الأوجاع والألم من حادثة الشغل، بدني من ألم وصل هذا الوقوف كالشجرة. وكذلك ما دام ما دمت أسقى بماء طاهر وطهر كل المغاربة. موضوع هذه الندوة هو محاولة تفكيك ومحاولة كشف الضوء عن وقفة وخروج لي إلى العلن في مشكل وقع لي حين كنت أشتغل مع القناة منذ 2003. فكثير من المنابر الإعلامية الإلكترونية وغيرها اتصلوا بي وتساءلوا عن طبيعة هذا المشكل وعن تفاصيل هذا الحدث. وقتها لم يكن لدي معطيات ثابتة وجلية حتى أدلي بتصريح. أما أو أني بعد شهرين أو أكثر من الركض في المحاكم بين محكمة وأخرى في كتابات الضبط، يعني أخذت علما بما يتعلق بملف طال أمده وقدم وأصابه الغبار، وفعلا الغبار الفعلي مشيت نسوش الملفات نلقى فيهم الغبار خرجتهم باش نعرف شنو كان وقع ليا. فجيت باش نقدم للرأي العام من خلالكم كصحفيين كزملاء فين وصلت القضية ديالي وشنو القراءة ديال القضية ديالي بشكل أدق، لأن كان خروجي كان مبعثر شيئا ما ويشوب شيئا من العواطف وشيئا من الأثر والتأثر. بغيت نخرج بصحبة الزملاء في جمعية وسطاء التأمين والمستثمرين فيه باش يصاحبوني، لأنهم عندهم خبرة بالجانب القانوني الدقيق لمجال التأمين، وأيضا بصحبة مؤمن رجل تأمين متقاعد اللي عنده أيضا قراءة من زاويته وتو غادي يتكلم على القضية ديالي، باش في النهاية وفي المحصلة أنه كل واحد من الزملاء الصحفيين ياخذ فكرة واضحة مفصلة، ومن خلالها للرأي العام اللي كنشكروا جزيل الشكر على تعاطفه بدون علم بكل تفاصيل القضيه، غيكون اخذ علم وعرف بان القضيه كتصف الاتجاه. ولهذا الغرض تنطلب من كل الناس باش يتابعوا هذه الندوه هذه باش يعرفوها من زوايا مختلفه. القصه كتبتها عندي كتاب، عندي واحد 7 صفحات غادي كتبتها بالدم ديالي كتبتها، يعني كتبتها يعني سكبت ما في احشائي منها، وكل المعاناه والالام
اللي الحمد لله مازال واقف صحتي بعدها، وهذا شيء الحمد لله معجزة من عند الله. النقطة التي أخرجتني من الصمت إلى العلن هي حينما اتصل بي مفوض قضائي زمن عطلة عيد الأضحى والعطلة القضائية والعطلة الصيفية في وقت واحد، تزامنت هذه العطل وببيت أصهاري وليس ببيتي، لماذا؟ لتبليغي بأحكام قضائية. وحين لم أكن موجودا وقت زيارته هاتفني مرتين لكي أحضر، وهذا شيء خارق للقانون. المهم، هذا الأمر كان النقطة التي أفاضت الكأس. قلت في نفسي إن هؤلاء يأتمرون ويريدون الإسراع بكل الإجراءات مهما كانت الأساليب والظروف ولو بدون احترام للقانون والعدالة. قلت هؤلاء سيئوا النوايا، وإذا ساءت النية ساء المسعى. بعد خروجي إلى العلن في برنامج تحفة وما ترتب عن ذلك من موجات من التعاطف وتضامن إنساني، والذي يعد درسا في الإنسانية ومثالا يقتدى به في الحب المغربي، قررت تجميع المعطيات واستخراج كل الملفات التي مضى عليها أكثر من 10 سنة. قضيت أكثر من شهرين وأنا أتنقل بين محكمة ومحكمة بالدار البيضاء، وهي 4 محاكم. أتنقل أيضا بين كتابات الضبط في هذه المحاكم، شيء ليس بالسهل إطلاقا، خصوصا أثناء العطلة الصيفية والعطلة القضائية. جمعت أكبر قدر من الملفات والأحكام، وإن بقي لي جزء مهم من هذه الملفات استطيع الحصول عليه.